لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، يتصفح الكثيرون في هذه الأيام من الحريصين على إحسان السير إلى الله تعالى، ومن كل عام تقريبا في هذه الأيام الكثير من المواقع، وبعضهم يزور دور الطباعة، ويكثر تساؤلهم عن الجديد من الإصدارات والفعاليات التي تتحدث عن رمضان وكيفية استغلاله واغتنام أوقاته. وهذا بلا شك أمر حسن طيب، لكن الأحسن في نظري ليس هو أن نبحث حولنا، بل أن نبحث في ذواتنا، أن نبحث في قلوبنا في أعمالنا عن الجديد. إذا أردنا أن يكون رمضان العام أجمل، فما هو الأجمل فينا؟ ذلكم القلب القديم، ما الجديد فيه؟ ذلكم الإيمان القديم، ما الجديد فيه؟ ذلكم الخشوع القديم، ماذا عنه؟ تلك الأذكار التي نرددها صباح مساء، ماذا عنها؟ وهلم جرى في سائر العبادات. أحبتي، إن القلب وعباداته وكذا عبادات الجوارح مع طول الأمد يطالها النقص، يعلوها الغبار، فيحتاج العبد بين الحين والآخر لعملية تجديد لهذا الإيمان. وهذا ما أمرنا الله عز وجل به في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كيف يأمرهم بشيء هو ناداهم به ابتداء؟ طبعا حضراتكم منتبهين، الآية بدأت بإيه؟ يا أيها الذين، يعني ثبت لهم أو أثبت لهم وصف الإيه؟ الإيمان. ثم قال آمنوا، يعني أخونا لما يجلس أقول له اجلس هيقول لي إيه؟ وأنا جاي. طب إزاي يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ تجد العلماء في التفسير يقولون: الأمر بالشيء إن كان معدوما فأمر بإيجاده، وإن كان موجودا فأمر بالازدياد منه والثبات عليه. إن كان معدوما فأمر بإيجاده، وإن كان موجودا فأمر بالازدياد منه والثبات عليه. وكذا هو هنا. إذن هي دعوة لتجديد الإيمان، وأول ما وجهت لمن؟ الصحابة. كيف إيمانهم؟ لأن البعض ربما حينما يسمع مثل هذه الكلمات ربما يجد نفسه أعلى منها، وصاحب التزام 10 سنين و15 سنة و20 سنة. لا والله، ليس كذلك، بل من هم أعلى منا وأفضل عند الله أمروا بذلك وامتثلوا ذلك، وعادوا على أنفسهم بالاتهام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بقوله. الناس بتتاوب حتنام ولا إيه؟ أنا مش هطول، يعني نص ساعة وأمشي، فركزوا معي. لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بقوله إيه؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. يا قلوبهم خشعت ولا ما خشعتش؟ فيها خشوع ولا ما فيهاش؟ فيها. يبقى إيه برضو؟ ازدياد. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. واستمع أيضا لما قاله شيخ الإسلام وهو يحكيه عنه تلميذه النجيب ابن القيم. يقول: كتب لي شيخ الإسلام في آخر عمره المبارك رسالة بخط يده، ذكر فيها أنه لا يعلم منذ أن عقل أو بلغ أنه أسلم إسلاما صحيحا، وأنا إلى الآن أجدد إسلامي. ده مين؟ ابن تيمية. ليه في إيه ابن تيمية؟ كان ليه في إيه؟ ليه في إيه؟ لا، احنا نعكس، هو ملوش في ايه. لما تيجي تشوف حياة شيخ الاسلام فعلا هو ملوش في ايه، ايه اللي ما اتكلمش فيه، وايه الاعمال التي ما تجدها في ترجمته من الطاعات والعبادات وغير ذلك، ومع ذلك يقول:
لا أعلم أني أسلمت إسلاما صحيحا وأنا إلى الآن أجدد إسلام. إذن هذه العملية ليس فوقها أحد، ومن لم تكن منه على بال فيحتاج أن يراجع نفسه وأن يراجع إيمانه. نفس المعنى يتكرر في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. ومن هنا أحبتي تكون الانطلاقة لرمضان أجمل من داخلنا، من قلوبنا، من عباداتنا. إننا نريد إجراء عمرة، لو صح التعبير، لهذه العبادات الظاهرة والباطنة، عبادات القلوب وعبادات الجوارح، لنخرج من رمضان بأفضل الثمار. وإذا كان من معتقدنا أن الإيمان إيه؟ يزيد وينقص، والإيمان منه الإخلاص معايا حسن؟ منه إيه؟ الإخلاص. إخوة الفلك دول حبايبي صح؟ خصوصا بتوع المدرسة والناس اللي كانت بتغيب والناس اللي ما حضرتش امتحانات، المواضيع دي يعني. الشباب الجداد دول ما شاء الله السنة الجاية تبقوا أشبال وأسود المدرسة الشرعية، مدرسة الشريعة إن شاء الله، ربنا يفتح بيكم إن شاء الله. فالخوف من الإيمان صح؟ والإخلاص منه والتوكل والحب. إذن فهذه كلها تزيد وتنقو. أنتوا نزلتوا طيب ما ليه يعني تروقتوا يعني؟ إذن هذه كلها تزيد وإيه؟ طب ما معنى أنها تزيد وتنقص؟ ما فيش جديد، ما أنت جبتش جديد. بقول للناس مرة: من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه غض البصر وحسن الخلق، ومن لم يستطع فإيه؟ فعليه بالصوم. فقلت لهم: الشباب يا إما متجوز يا إما، قال لي عزب. فقلت له ماشي. فإحنا بنقول معنى يزيد وينقص إن أنت لو ما كنتش تتعاهد الإيمان وزيادة الإيمان، إذن هو في إيه؟ وده خطر. ومن كان في نقصان باطن الأرض خير له من ظاهرها، عشان يلحق على الشوية اللي عنده قبل ما إيه؟ قبل ما يروحوا. وفي ناس راحوا منهم فعلا مش مجال ده. لكن نقول: وكذلك منه الصلاة والصيام والتلاوة والذكر من الإيمان يعني، وسائر الطاعات، وبالتالي فهي تزيد وتنقص. لو نزلنا هذا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا وإيه؟ واحتسابا إيه؟ غفر لنا تقدم ذنبه. سؤال خطير جدا وعايز الإخوة تجاوبني عليه: هل كل من صام رمضان هل كل من صام رمضان يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ طب يا سيدي، إيمانا واحتسابا، هل يتساوى الصوام في تحصيل هذه المغفرة؟ لا والله. ليه؟ لأنه شرط ما هوش سهل، إيمانا واحتسابا. ونحن نتفاوت في الإيمان وإيه؟ والبسين. ركز هنا، نحن نتفاوت في الإيمان وإيه؟ والاحتساب. إذن نتفاوت في مقدار المغفرة وكم المغفرة. يعني ممكن واحد يدخل عليه رمضان ويطلع من رمضان ذنوبه زادت عياذا بالله، ممكن واحد يدخل عليه رمضان ويطلع رمضان ذنوبه قلت، ممكن واحد يدخل عليه رمضان ويطلع رمضان ذنوبه اتغفرت. يا رب اجعلنا منهم اجمعين. انا انهي واحد في دول؟ ولو انا اخترت التالت عملت ايه عشان احصله؟ ما هو الكلام سهل. انا نفسي انزل بسين، انا نفسي كذا، انا بحبه، انا مش صح، ما نزلتش، ما جبتش معايا هدوم، ما صح. فالكلام سهل، لكن العمل بقى، انا عشان احصل التالتة دي اللي انا ادخل رمضان واطلع من رمضان الصفحه بتاعتي ايه؟ بيضاء مع التوبة النصوح وما بشروطها، يبقى عطاء كبير جدا. إخواني، كثير من الناس لا يعرف قدر رمضان، والله والله كثير من الناس لا يعرف، بل ومن الملتزمين لا يعرفون قدر رمضان. من صام رمضان منه احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يتساوى العباد في الإيمان والاحتساب، وبالتالي فليسوا بمتساوين في تحصيل المغفرة، يتفاوتون بقدر تفاوتهم في الإيمان والاحتساب. وفي الصلاة أيضا تجد البعض يدخل الصلاة ويخرج منها بسدسها، بسبعها، ثمونها، يخرج بعشر صلاته، وبعضهم يخرج بنصف صلاته يرحمك الله. إذن الأمر أيضا يتفاوت الناس فيه. فهل إذا نظر أحدنا الآن إلى قلبه وإلى عباداته، هل هذا القلب يصلح لرمضان بدون هذه العمرة، أم يحتاج لتجديد، أم يحتاج
لإصلاح أم يحتاج لتهذيب أم يحتاج لارتقاء؟ هل صلاتي هذه التي أصليها، أنت بتصلي في الفلكي مش كده أبو علي؟ مسجد إيه؟ جميل. صلاتك اللي بتصليها في مسجد اللي أنا ما سمعتوش ده، طب أنت داخل عليك رمضان هتعمل إيه؟ ألم ترى أن من اعتمر، خد بالك من المثال ده خليك معايا ورا، من اعتمر، أيوة اللي جنبك، من اعتمر في آخر ساعة من شعبان فثوابه كمل، ثوابه عمرة، ومن انتظر حتى مرت هذه الساعة واعتمر في رمضان فثوابه حجة، بل كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ شرف الزمان، شرف الزمان، خد بالك. ومن صلى، قلت مسجد المتوكلين، في مسجد المتوكلين فله ثواب مقدر في الشرع، صلى جماعة يختلف عما إذا كان صلى منفردا له ثواب. فإن كانت هذه الصلاة في الحرم فثوابه 100,000. في إجابة غير دي؟ ها، هذه رقم واحد. ثوابه كم في الحرم؟ 500,000. المكي، ما أنا قلت المكي 100,000. طب في إجابة تانية؟ طب فكروا في، والله يضعف من الشيء، ماشي. لا مش دي يا إخواني، في حديث، في حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم خير من 100,000 صلاة فيما سواه. طب هل 100,000 زي خير من 100,000؟ يعني ليلة القدر بألف شهر مال بإيه؟ طب تفرق خير دي؟ يا ده في موازين الله ده أمر كبير قوي. طيب ينفع الصلاة اللي بتصليها في المتوكلين هي اللي تصليها في الحرم؟ ليه؟ ازاي ينفع؟ لا يبقى خدتش بالك حضرتك. القلب ده اللي بقف بيه في مسجد المتوكلين وسرحان وبطلع من الصلاة مش عارف الإمام أرى إيه، ينفع أصلي بيه نفسه في الحرم والصلاة هيتعطى عليها 100,000 وخير من 100,000؟ ده الواحد لولا أن ربنا يمسك العقول ويمسك الأرواح ألا تخرج، لو الإنسان فعلا يدرك هذا المعنى ربما تخرج روحه من شدة الفرح. أخ أول مرة يعمل عمرة، بعد ما خلص العمرة معايا ولا هتنام؟ بعد ما خلص العمرة بقول له حسيت بيه، قال لي ما كنتش مصدق نفسي أن أنا بصلي صلاة ب100,000 صلاة. أول مرة في حياته يصلي صلاة بكام؟ هي دي شوية يعني خشوعي وأنا واقف في مسجد المتوكلين، هو نفسه اللي ينفع أو اللي ينبغي اللي أنا أكون عليه وأنا واقف في المسجد الحرام؟ صعبة قوي. يبقى قبل ما أروح الحرم المفروض أعمل إيه؟ عمرة، عشان الصلاة اللي حصليها تزبط. ده أنت هتصلي صلاة ب100,000. أقول لك أقرب لك بمثال، شركة من الشركات معايا يا عم الشيخ، شركة من الشركات قالوا يوم الجمعة اللي هيحضر اليوم بيومين، لا بخمسة. ايه اخبار الموظفين؟ ده مش هيجوا، ده هيبات، هو هيروح اصلا، ده هو لو راح الخميس ممكن تروح عليه نومة ما ليش هيبات. طيب لو قالوا اليوم ب1,000، لو قالوا اليوم ب100,000، لا والله بالله عليك والله فكروا في المعنى ده، لو اتقال اليوم ده ب100,000 انتاجه في اليوم ده واتقانه للعمل وحرصه على كل ساعة وكل لحظة هيبقى ايه؟ ياه. طب يا اخواني لما الشرع، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الصلاة هناك افضل من 100,000 تصليها ازاي؟ والله حسرة ان ناس تروح وترجع من هناك زي ما راحت. اللي راح فعلا واعدل الامر وعدته بيرجع من هناك اتولد ميلاد جديد. الحج والعمرة ده ميلاد جديد فعلا، بس للي أعد لهم وأحسن العدة، مش راح زي ما جه. خطر في كده، أنا بقول كده لأن أنا قلت من شوية العمرة اللي كانت في آخر إيه؟ بعمرة، واللي كانت في أول رمضان بإيه؟ أخد بالك عشان شرف الزمان، ودي عشان شرف المكان. رمضان فين؟ ممكن يبقى الاثنين. إزاي؟ لو هو هناك يبقى شكله إيه ده؟ يبقى عبادته إيه؟ ما هو نفس الكلام في رمضان، رمضان في ليلة خير ها من 1,000 شهر، يعني أفضل تقريبا من 83 سنة وكسر، يعني عمر كامل. الليلة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجتهد فيها إزاي؟ حد يقول لي بسرعة يلا عشان أخلص. ها كان بيجتهد فيها إزاي؟
يعني تحري ليها. لا، حديث الصحيح أنه اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم قيل له إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر. حديث يخليك فعلا مش إيه ده اللي اتغفر لي إيه، ما تقدم من ذنبي وما تأخر. وبيدور على ليلة القدر في كم يوم؟ في 30. وإحنا بنيجي ننقي في العشر الأواخر، هي دي ليلة وترية، هي ليلة مش عارف إيه، ها ده 27، طب أطلع أشوف الشمس في إيه يا عم. أنت بتتكلم في نبي خير الأنبياء خير الرسل أفضل البشر، وكان اجتهاده في رمضان بالصورة دي لحد ما عرف إنها فين؟ في العشر الأواخر. ما إحنا اجتهادنا بقى في 30 يوم بشكله إيه؟ هتقول لي والله كلام حلو ماشي، بس إحنا ليه بقى مش كده؟ أقول لك هنا كاتب أهو، حتى نكون عمليين وحتى نحقق فعلا هذه المعاني لابد من عمل. رمضان أجمل، يبقى لازم تطبق حاجات. أنا كاتب 5 وصايا، ممكن إحنا نحاول اللي إحنا نحصل منها ما تيسر في الأيام المتبقية قبل رمضان. أول حاجة مطالعة سريعة لكتيب يتناول المعاني الإيمانية لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ليه؟ حد يقول لي كده في جملة؟ ليه أنا عايز الإطلالة ديت قبل رمضان؟ أنا أعرف مين رب رمضان اللي أنا هتقرب ليه بالإيه؟ بالعبادة. فلو أحسنت التعرف لأحسنت التقرب، خليها قاعدة دي في حياتك. اللي نحسن التعرف فنحسن التعبد والتقرب. أقترح على حضراتكم رسالة اسمها الأسماء الحسنى والصفات العلى بتاعت الشيخ عبد الهادي حسن وهبي. رسالة اسمها الأسماء الحسنى والصفات العلى، الشيخ عبد الهادي حسن وهبي. اللي حابب يطالع سلسلة تانية أو كتاب آخر مفيش مانع، فيه سلسلة جميلة جدا الشيخ خالد السبت حفظه الله بيتكلم فيها عن شرح معاني أسماء الله الحسنى أو ما تيسر من الشروح المعتمدة، الشروح السلفية. ماشي كده؟ 2 مذاكرة. شو بقول مذاكرة؟ مش حمر، لا عايز أذاكر. مذاكرة ومراجعة للأعمال القلبية، سماع وترداد مع الاعتناء بالأمثلة السلفية. مذاكرة ومراجعة للأعمال القلبية، سماع وترداد مع الاعتناء بالأمثلة السلفية. أقترح كتاب أعمال القلوب بتاع الشيخ ياسر اللي فيه ميزة جميلة جدا تقريبا واضحة أكتر من كتب أعمال القلوب التانية كلها، اللي هو الكلام على عمل القلب بالآية والحديث، ضوابط بقى اللي هي مش سلفيين كلام، ده كلام بقى منهج فعلا. ومعاه ممكن تقرأ مثلا كتاب الشيخ المنجد أعمال القلوب، أو ممكن تسمع سلسلة بتتكلم عن أعمال القلوب أو عبادات القلوب، هتفرق معاك جدا في خشوعك في الصلاة في رمضان، خد بالك، في حبك لله، في خوفك من الله سبحانه وتعالى. عايز تذاكر خصوصا احنا داخلين على امتحان، ولا رمضان مش امتحان؟ في واحد نايم اهو، رمضان مش امتحان؟ اصحى معايا يا مولانا، رمضان امتحان ولا مش امتحان؟ احنا داخلين على امتحان، وفي ناس بتفوز وفي ناس بتخسر، والناس اللي خسرت مين اللي دعا عليها؟ افضل ملك وافضل بشر، افضل ملك سيدنا جبريل وافضل بشر امن على الدعوه، اللي يدرك رمضان لا يغفر ابعده الله في النار، تخوف. فلازم اذاكر طالما داخل على امتحان، لازم اذاكر. في ناس بتربح برمضان تترفع فيه بيه لاعلى الجنان، وفي ناس تكب على وجوهها في النيران والعياذ بالله تعالى. 3 اطلاله على مشاهد اليوم الاخر، خصوصا الجنه والنار. عايزين يا جماعه نعيش الجنه والنار راي عين. تعرف ليه؟ الاحاديث تلاقي فيها على طول الربط بين العمل بالجنه والنار، زي اذا كان اول ليله من رمضان ايه مش فتحت ابواب الجنه وايه مش كده صح، وتلاقي تعليق الاعمال الصالحه مثلا زي لله عتقاء من النار وذلك كده، رقم 3 لله عتقاء من النار وذلك ايه كل لا. طب ليه ذكر كلمه الجنه وليه ذكر كلمه النار؟ هذه 1. ليه؟ اهي جميل، عشان يجري، لان الصحابه كانوا عارفين يعني ايه جنه وكانوا عارفين يعني ايه نار غيرنا. تعرف ليه غيرنا؟ الحال ببعضهم وصل
انه مش عايز ياتي اهله ولا يتابع تجارته ولا اي حاجه، لان لما بيتابع التجاره وبياتي الزوجه بيلعب مع الاولاد حاسس ان ده نفاق، لانه بيتغير عن الحاله اللي بيبقى عند مين؟ النبي عليه ده مين؟ ده سيدنا مين؟ حنظله. شوف وصل لهم الحال، اقول له كان راي عيني، كان شايفينها. فنفس المعنى احنا بنقول لما نطالع الجنه والنار ما تقراش كلمتين انا كده، لا انا عايزك تقعد تفكر، مثلت نفسي في الجنه اكل من ثمارها واعانق ابكارها والى اخره، يقول لك ومثلت نفسي في النار فقلت لنفسي ايهما تختارين، عايزه دي ولا عايزه دي؟ يبقى لازم عمل. مش لاحق انت دلوقتي ورمضان هجم عليك، الحق اسمع درس او درسين، درس عن وصف الجنه ودرس عن وصف النار، وكرره مره مرتين، تحس ان اكن وهج النار واصوات النار وهي بتتميز من الغيظ وهي في عقلك في قلبك، تحس ان انت وانت بتقول اللهم اني اللهم اعتق رقبتي من النار عارف يعني ايه نار، اللهم اني اسالك اني عارف يعني ايه جنه، تلاقي نفسك بتكسل في مثلا في انت تقوم بالليل عشان تتهجد تفتكر الجنه والنعيم اللي فيها، تلاقي نفسك بتنطلق سريعه للاجتهاد في العباده. لكن من 5-6 سنين قريت كتاب عن الجنه او قريت كتاب عن النار ودلوقتي جاي تتكلم على الاثر بتاعه، طبعا لازم الاثر يبقى ضعيف. فمن دلوقتي الحق حفز، الحق حمس نفسك واسمع واقرا عشان تبقى من المسارعين الى طاعه الله في رمضان. 4 معرفه خطر غفر له، ها غفر له ما تقدم من ذنبه، خطر فعلا اللي انا قاعد اتفكر فيه غفر له ما تقدم. ايه ما تقدم من ذنبي؟ كل واحد طبعا مننا عارف ما تقدم من ذنبه، مش كده؟ طب لو قعدت افكر فيها قد ايه وكم ذنب وفي خطرها، لو انا لقيت الله كده ايه يا عم، لو انا لقيت الله عز وجل بها يوم القيامه يبقى ايه الحال؟ لم تغفر ولم ارحم ولم يعفو عنها. وان انا اتفكر فيه اتذكر ذنب كذا، كلمه ذنب دي يا جماعه هنشيلها نحط ايه؟ الذنب نفسه اللي شرب خمره مثلا يتقال له يعمل، مش دي حاجه في تصيب الانسان بخجل وحياء؟ طيب ما حاجه، بس هي ما بتجيش بتقرا الحديث وخلاص، عيش. كتير مننا بيذاكر نصوص لكنه يعيش مع النص دي قليله جدا وضعيفه عند الكثير مننا. فعايزك تقرا رساله كده صغيره اسمها تحذير الداني والقاصي من اضرار الذنوب والمعاصي، تحذير الداني والقاصي من اضرار الذنوب والمعاصي، او ممكن تتوسع شويه في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. 5 ومع ما سبق تدارس فقه الصيام ومعرفة قدر شهر رمضان. تدارس فقه الصيام طبعا، ما ده جسم العبادة، ازاي انا حبني واصلا ما فيش حاجة عندي، ما فيش اطار بس برضو انا عايز موضوع تدارس فقه الصيام ده انا عايزه يبقى فيه ترقي. تعرف تقول لي ازاي؟ تاخد هدية ازازة المية دي، عايز تهرب يا تفضل امشي. اللي هو ايه؟ لا ترقي بالراء وليس باللام، زي مره بقول لهم في الدرس واخد بالك، واحد جعان يعمل ايه؟ مفيش اكل، طب ياكل فواتح شهيه؟ ياخد فواتح شهيه اللي هي ياكل حاجه تسد نفسه، الله ينور، اديها كده عشان ايه؟ واحد بقى سمعها فواكه شهيه قال لي طبعا هي بقول فواتح شهيه بالته يعني الحاجه اللي بتفتح نفسه، وهو سمعها فواكه، انت سمعت انهي؟ ايوه، فهي دي ترقي. احنا بنقول دلوقتي ايه ازاي اترقى في تدارس فقه الصيام؟ الشيخ محمد اسماعيل في الحج كان بيقول للاخوه ان انا درست الحج من اضواء البيان، فالمناسك اللي ذكرها الشيخ محمد الامين، فبيقول لهم يعني ممكن تلاقيهم متشدد شويه في بعض الحاجات يعني قريبا من كلامه يعني. اللي انا خدته بقى من كلام الشيخ ان الشيخ مش درس الحج مثلا مره، ده ممكن مره وايه؟ وهو نفس المعنى. فانا درست الصلاه من الفقه الميسر، المفروض بعد كده بعد ما اخلص يبقى لازم انت وصلت مثلا للكافي، وصلت للمغني، ولا انت وقفت؟ خدت مثلا خلاص سنه اولى وبعد كده وخلاص طلعت من المدرسه، ولا لازم يبقى في تطور برضه؟ ما هو كل سنه انا السنه دي هاخد مثلا فقه الصيام، فقه حديث من صحيح البخاري، اللي بعديها مثلا من صحيح مسلم،
اللي بعد وهكذا، يبقى في ايه؟ في ترقي. معرفة قدر رمضان بقى، عايزين بقى نسمع محاضرة كانت امبارح كان بعض الإخوة كان حضرها، اسمها مشتاق لرمضان، وهي نزلت على أنا السلفي، اسمها رمضان بحب، اللي هو فعلا القلب يحتاج رمضان فعلا، يشتاق ليه، نفسه فيه. طب امتى احب وامتى اشتاق ليه؟ لما اعرف ايه فضله، اعرف قدره. يا جماعه الايه بتاعت يا ايها الذين امنوا كتب عليكم ايه، ها كمل كده، لحد فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، ديت فيها 10 جرعات حب وود من الله سبحانه وتعالى لعباده. ما تقعد تتفكر فيها وتتامل فيها، قلبك يطير طربا وفرحا وشوقا لشهر رمضان. غير بقى نصوص السنه، حوالي 30-40 حديث، أخذ بالك من الأحاديث اللي تتكلم عن فضل رمضان، ترجع لها في كتاب جميل جدا اسمه ري الظمآن في فضل الصوم وشهر رمضان بتاع الدكتور سيد العفاني. ري الظمآن في فضل الصوم وقدر رمضان، عشان نشوف احنا داخلين على ايه، احنا مقبلين على انهي شهر. وممكن الكلام اللي انا قلته ده كله لو ما عندكش وقت للقراءة ممكن تحمله على التليفون وتسمع محاضرات عن الخشوع، محاضرات عن الأسماء الحسنى، محاضرات عن الأعمال القلبية عموما، محاضرات عن اليوم الآخر وهكذا، محاضرات عن قدر رمضان وفضله، بس يبقى لك زاد. أحد الإخوة في 2012 هو في شعبان وكان يكثر من الصيام في شعبان، وبها أختم، فكان أن جلس يوما وكتب الخطة والخريطة التي سيسير عليها في رمضان، حقرأ كذا وحصل لي كذا وحعمل كذا وترتيب الأعمال. ومن علو همته نحسبه كذلك أن سجل المنهج الذي سيسير عليه بعد رمضان، وبعد رمضان هراجع كذا من القرآن وححفظ كذا وححضر دروس كذا وقيام الليل حصل لي مش عارف 4 ركعات 6 ركعات. وكانت المفاجأة أن مات قبل رمضان، ما أدرك رمضان، فوجدوا الأوراق التي سطرها بيده. 2012 بقاله كم سنة؟ لو تعرض عليه دلوقت تطلع من القبر تاخد رمضان، ايه رأيك في العرض ده؟ لا استنى، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في صلاته أحب إليه مما بقي من دنياكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما مر على أحد القبور قال لهم لو ركعتين خفيفتين صاحب القبر ده يزيدهم في العمل أحب لي من باقي الدنيا. أنتم متخيلين دي يعني إيه؟ يعني لما أنا أقول لك دلوقتي رمضان أجمل 5 حاجات حاول تعملها النهاردة، أصل الشغل وأصل أنا كنت تعبان ورجعت ريحت يومين وبعديها عملوا مش عارف إيه، لو اتقال لك أنت هتاخد 50,000 جنيه ولا عربية زيرو في آخر رمضان لو طبقت الشغل ده في رمضان، لا ما انا رجعت كويس، انا فوقت، انا كنت تعبان بس خدت دش وبقيت تمام ورتبت الشغل بتاعي وشديت حيلي والامور. خلينا يا جماعه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق مش معناه ان انا كذاب، لا ممكن اكون ضعيف في الصدق، فمحتاج ان انا اترقى، محتاج ان انا اعلى. فبلاش بقى التبريرات والشماعات اللي بنعلق عليها دي على طول ويعدي علينا رمضان زي السنين اللي فاتت. اعتبر أن هذا الرمضان آخر رمضان في حياتك، كيف ستكون فيه؟ صم هذا الشهر كأنك تودع الرمضانات، كأنك ما تعود إلى الدنيا مرة أخرى، فكيف سيكون حرصك على كل دقيقة فيه؟ تفكر في من حرم من رمضان وهو الآن تحت التراب، كيف يكون حرصه على رمضان لو خرج؟ وكيف تحرقه لرمضان وهو تحت التراب؟ وكيف تألموا وكيف ندموا إذا كان من المفرطين؟ وحتما سيأتي اليوم الذي نكون مثله تحت التراب. فاجتهادنا في رمضان ينفعنا الآن وينفعنا بإذن الله إذا كنا تحت التراب. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المقبولين. ولن يكون رمضان أجمل إلا حينما نكون نحن أجمل، قلوبنا أجمل، طاعاتنا أجمل، أخلاقنا أجمل، وحينها يفتح الله عز وجل ويكون رمضان أجمل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.